الدوري المسيح سفيان البقالي يحل رابعا في سباق 3000 متر. حل العداء المغربي سفيان البقالي أمس الجمعة رابعا في سباق 3000 متر لملتقى الدوحة للألعاب القوى ضمن منافسات الدوري المسيح لألعاب القوى. وقطع البقالي المسافة في زمن قدره 7 دقائق و33 ثانية. وفي المركز الأول جيرما لاميشا بتوقيت 7 دقائق و26 ثانية متقدما على مواطنه باريغا سليمون الاثيوبي واريغالي على التوالي بتوقيت 7 دقائق و27 ثانية.